برعاية سعادة النائب تيمور بيك جنبلاط وبتنظيم من مؤسسة إناس أبو عياش الخيرية. دايماً الأهل بيهدوا ولادهم، هالمرة بمهرجان صندوق الدنيا رح نقلب الآية ورح نخلي طفل من المشاركين يهدي أهله سيارة. لاقونا بمرج بعقلين ب 16 حزيران ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر لمناسبة عيد الفطر السعيد. دعوة عامة.